ركزت الدولة جهودها على تطوير القطاع الزراعي في سيناء التي تتميز بوفرة في بعض المحاصيل وثروة السمكية. اهتمت الدولة بتطوير الثروة الحيوانية كذلك. تتميز محافظة شمال سيناء بإنتاج الزيتون والتين والموالح وزراعة النخيل خاصة في بئر العبد، كما تتمتع بوجود ثروة سمكية كبيرة ببحيرة البردويل والتي تعد من أنقى بحيرات العالم الطبيعية. وسعيا من الدولة لزيادة وتوسعة الرقعة الزراعية تم استصلاح وتركيب شبكات ري وطرق لثلاثة مآخذ في بئر العبد بتكلفة إجمالية بلغت نحو 381.5 من مليون جنيه كما تم تنفيذ مشروع حماية البنية التحتية من أخطار زحف الرمال فضلا عن توفير التقاوي والأسمدة اللازمة للحقول الإرشادية من المحاصيل الزيتية حيث تم تشغيل وحدة عصر واستخلاص الزيوت بمحطة بحوث بالوزا بشمال سيناء بتكلفة بلغت 5.2 مليون جنيه، كذلك قامت الدولة بتطوير زراعة وإنتاج الجوجوبا لمقاومة تصحر الأراضي بسيناء، حيث تم خلق فرص إقامة مشروعات جديدة تعتمد على زيت الجوجوبا وانتاج مخصب حيوي عالي الجوده وغني بالعناصر الغذائيه فضلًا عن ذلك، تم استكمال إنشاء 15 تجمعًا زراعيًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وهو مشروع خدمي تم إطلاقه بهدف إضافة مساحات زراعية جديدة بالمنطقة بنحو 14 ألف فدان، بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار جنيه. وقامت الدولة بتنفيذ مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء وذلك في عام 2020 فضلا عن توفير 12 ألف صوبة زراعية لإدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعات المحمية بالاضافه الى ما سبق تم تنفيذ الحمله القوميه للنهوض بانتاجيه الابل فضلا عن تحسين الاستفاده من المراعي الطبيعيه عن طريق متابعه ورصد السلوك الرعوي للابل واماكن تواجدها وتوزيعها في المرعى باستخدام نظام تحديد المواقع الجغرافيه جي بي اس